المستفيدين محقق رغبات المقيمين وملائم للظروف اللي بتمر بها البلد ان شاء الله. بس برضه بصراحه يعني حضرتك بصراحه حضرتك القانونيه هل مصر في الان دبلوماسيه ايضا يعني يصلح ان تتدخل شؤون الدول الخارجيه في الشؤون القضائي المصري ووصفه بالاحكام الجماعيه وهكذا؟ لا لا طبعا احنا بنشيد دايما بقضائنا وبنقول هو قضاء مستقل، وان لو كان فعلا قضاء لفتره دوله ما كانش صادر الاحكام، انما ده قضاء مستقل وبيحكم في ضوء الاوراق والقانون، وكل قاضي بيحكم بضميره، واحنا بنحكم بقضائنا في مصر الحمد لله. طبعا شكرا. تنبيه التغيير مع القادم لاحتياجات الثوره واحتياجات المواطن، تعليق حضرتك على اهميه هذا الامر. حقيقه انا لما تلقيت الدعوه لحضرتك زي ما طبعا كانت يعني سعاده كبيره جدا، لان انا يهمني فاسمع كل الاراء والمقترحات حول النظام الانتخابي المقترح والتعديلات اللي مطلوب ادخالها على قانون المباشره الاساسيه وقانون مجلس الشعب اللي اسمه قانون مجلس النواب. فاعتقد ان المؤتمر ده هيكون مفيد جدا، خاصه ان اللجنه المشكله لدراسه القانون دول بتمارس عملها في الفتره الحاليه، وبالتالي اي جديد او مقترح هيكون مفيد في اعداد الدكاتره. كيف يلبي مجلس الشعب القانون احتياجات المواطن وتنفيذ شعار ثورتين تقوم في مصر العيش الحريه العداله الاجتماعيه؟ دي اللي يلبيها اختيارات الشعب نفسه، ان احنا نختار ممثلين يمثلونا بصفه حقيقيه، وان هم يكونوا على قدر من المسؤوليه والاحساس بالثورات الاهم في مصر ومطالب الجماهير بعدالة اجتماعية وكرامة وحرية. فأعتقد أن دي فترة قادمة مقبلة إن شاء الله فيها كل الخير لبلدنا بإذن الله. النظام الامثل لمجلس النظام الامثل الانتخابي لمجلس الشعب لا احنا بنجلس في